عشان ما يعني برضو الناس ما تفتكرش يعني اتفضل. متى بينزل الوحي ده على الواحد وهو مظلوم زي ما نزل على سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف كان من المحسنين في كل حالاته، تمام، زي كمان انا عارف متى دي اصلا، يعني تحقق بنزول هذا الوحي. فالإحسان هنا، انا بس عايزك تفهمني يا دكتور. اتفضل. حاضر. افرض ان واحد دلوقتي قعد في السجن سنة او ست شهور وسمع كلام حضرتك وقضى الله عليه كده امر، يعني باي يعني من يقعد سنة، بعد ست شهور لك فين الوحي نزل يا دكتور؟ ده انا اعصابي باظت ويئست الاخر، يعني متى ينزل الوحي؟ انا اعلن على الهواء مباشره كامل محبتي واحترامي للاستاذ محمد. الله يحفظك. هذا السؤال رائع. الله يخليك. والله عندي ايتين في القران بيحلوا لك المشكله دي، وبيحلوا للي مزغون ست اشهر واللي مزغون 25 سنه. اللي بيقول متى الدكتور جمال عم القران عمال يقول لنا متى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. آية ثانية، آية في سورة يوسف وآية في سورة يونس. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني أنت تشوف عاقبة الظالمين وهلاك الظالمين، أو نتوفينك قبل هذا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت مش أنت اللي بتحاسب، أنت مهمتك البلاغ، مهمتك البلاغ في السجن برا السجن في كل مكان، مهمتك لا تتوقف أبدا. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما تحطش نفسك أنت المسؤول عن الحساب، المسؤول عن الحساب ربنا سبحانه وتعالى. وإن أمهلوا النهاردة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي أظلم إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذوا أنتم عايزينه، فلما فرحوا موتوا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا موتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن عذاب ربك لواقع. شوف، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت قاعد منتظر إنه هو ربنا سبحانه يوريك في الظالم آية، وما شفتش أنت في الظالم آية في جيلك، مش كده؟ ومت قبل كده، أو مت وأنت على الطريق، أنت على الحق وخلاص انتهى دورك. فإما نرينك بعض، لأنه مهما وراك فيه، أنت كنت بتحكم بتذيع من شوية بلوز مشرف أو مش عارف مين اتحكم عليه بالإعدام، نرينك بعض الذي نعدهم، لأنه مهما اتعمل في الدنيا ولا حاجة لسه، ده لسه ان عذاب ربك لواقع. انت عليك انك انت مش شغلتك. ما انا لسه بتكلم على الوحي اللي هينزل للشخص في البيت. رائع جدا، عشان كده انا يعني متى ينزل هذا الوحي؟ بينزل وحي النهارده، بيقول له يا اللي في البير، يا اللي في السجن ليك 15 سنه وليك 17 سنه، ما تقلقش، انت علي، احنا الحق منتصر، انت هتبلى فيه وتموت عليه ماشي. واما نرينك بعض الذي نعدهم او توفينك فانما عليك البلاغ والحساب. خليني ارتبها لك يا دكتور بفهمي انا. رائع. ده يا دكتور قلم صح؟ ماشي. وده موبايل. نعم. لما بتيجي الاشاره من البرج اللي في الشارع بتاع الموبايل بتاعت الرساله او المكالمه بيستقبلها ده؟ لا بيستقبلها ده. يعني النفس اللي هينزل عليها الوحي لازم تكون مهيئة لاستقبال الرسالة دي. ما هو ده أول كلمة قلتها لحضرتك، قلت لك أبرز صفة كانت في سيدنا يوسف أو في رجل التمكين الذي قضي له بالتمكين إنه يكون مؤهل في كل حال من حالاته. أبرز حاجة ذكرها لنا القرآن إنه محسن. المحسن مش معناه معطي بس، المحسن دي علاقة، يعني حالة عبادة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، يعني رابطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.